موجة الطقس الحار اللي بنمر بيها الفترة دي ماثرة على حياتنا بشكل كبير جدا. سواء بقى قاعد في البيت او اللي بينزل وبيتحرك في الشارع طبعا الله يكون في عون الناس اللي بتشتغل تحت اشعة الشمس كده مباشرة لكن في الاخر صدقوني الكل بيعاني. ولكن التاثير على القلب هل ده عادي؟ هل في محاذير خاصة اللي عنده مشاكل في القلب وهل الحر بيزود المجهود على القلب ده اللي هنفهمه دلوقتي مع دكتور هشام عمار استشاري أمراض القلب والقسطرة العلاجية بمعهد القلب زيك يا دكتور إذا حضرتك فندم. عامل إيه؟ أهلا بحضرتك أهلا يعني جو حر علينا جميعا آه طبعا وبدعي من قلبي لكل الناس اللي مضطرة تنزل في الشمس وتفضل في الشمس تشتغل ولكن يعني الدعاء مضاعف للي عندهم مشاكل في القلب صحيح. كمان الحراره دي بتزود الضغط على القلب او بتعمل حاجه في القلب هو القلب ما بيستحملش الاكستريم او اللي هو الحاجه الزياده قوي م. يعني ولا البرد الشديد قوي ولا الحر الشديد قوي م. بس لغايه مثلا وقت فات كان الحر الشديد قوي ما قالوش اي علامات على القلب لغايه الدراسات الحديثه بقى اثبتت ان الحر الشديد قوي اكبر مشاكله كلها على القلب فعلا اه خصوصا بي... مرضى القلب اه بيأذي مرضى القلب جامد جامد ازاي بقى يا دكتور اشرح لنا هو القلب بيحتاج دايما الميه تمام الجسم بيحتاج الميه والقلب بيحتاج الميه عشان يشتغل تمام فلازم كميه الدم يبقى فيها كميه سوائل وميه عاليه ف... فف ففي حاله انخفاض مع العالم انت عارف حضرتك الحر لما يزيد يبتدي الحر الزياده الجسم بيتفاعل مع ان هو يخرجه عن طريق العرق او عن طريق الافرازات وتبر الافرازات فين يعني فهو لما بيخرج العرق الشديد ده من الجسم فبيحصل صوره من صوره الجفاف داخل الدم فبيحصل ان كميه السوائل في الدم بتقل فالقلب بيتاثر على طول عن طريق ان يزود زود ضربات القلب جامد وعن طريق ان هو كميه الدم اللي واصله بتبقى لزجه فبيحصل مشاكل بقى جلطات الايه القلب يا رب انما هو فعلا بيأثر على القلب بصورة كبيرة جدا جدا ولغاية فترة قريبة ما كانش يعني واضح التأثير ده مم. بس طبعا بعد الدراسات وال... واللي احنا شفناها طبعا من براكتس او من من شغلنا لقينا في ازمات الحر الشديد جدا بتزيد الجلطات ال... طيب مرضى القلب بقى يركزوا معانا عشان في نصايح مهمه جدا هيقدمها لنا دكتور هشام عمار النهارده تنصحهم بايه يا دكتور في ظروف الجو الحار دي وخاصه الموجات الشديده ناس... الحراره احسن ناس هياخدوا بالهم هو الناس اللي عندهم آآ آآ مرضى الشرايين التاجيه او ذبحات طريقه او اللي ماشيين على العلاج او عملوا قسطره او عملوا قلب مفتوح او كده دول لازم ياخدوا بالهم ان ما يتعرضوش للحراره الشديده الحراره الشديده بتفقد الميه من الجسم بتعرضهم اكتر لمشاكل طيب انا شغلي في الحراره اعمل ايه لازم مم. نشرب ميه كتير إنه متعود ان انا بشرب لترين لا انا هشرب اربعه ياه yeah. لازم كميه السوائل اللي في الجسم تبقى كبيره جدا احنا بنحبس في الاوقات الحارة ضعف الكميه ضعف الكميه ان لو من 3 ل 5 لتر ده اقل كميه ممكن نشربها اثناء الحر لو انا مضطر ان انزل في الحر الحاجه الثانيه الناس اللي بتعرق شديد خصوصا في مرضى الشرايين التاجيه لازم ابلغ الدكتور بتاعي لان في ادويه ما ينفعش اخدها اثناء الحر الشديد خصوصا مرضى الشرايين التاجيه او امراض القلب ما, آه. ما ينفعش اخدها امراض الضغط وامراض القلب ما ينفعش ما ينفعش ان انا يعني بنزل في الحر وبعرق وبفقد كميه سوائل كثيره وبفقد حراره كبيره وامشي على الادويه المشهوره جدا اللي كلنا بنمشي عليها. الدكاتره بتنسى الموضوع ده ان هو لا لازم ناخد بالنا يا جماعه الناس اللي ماشيه على ادويه خصوصا مدرات البول او مثبطات الانجوتينسين او الناس الـ 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 الادويه اللي, اللي بتقلل الصوديوم في الجسم لا احنا اوريدي واحنا ماشيين في الحر الصوديوم عمال يفقد مننا يفقد يجي لي مريض يقول لي يا دكتور انا مش قادر في الحر ما بقدرش انت لو ما بتقدرش عشان بتفقد وما بتشربش ميه الميه هي حياتك في وقت الحر او حتى مش وقت الحر يعني في الوقت العادي طول الوقت طبعا بس خصيصا في الحر طب هل في بديل للميه ولا هي ميه هو احسن حاجه الميه يعني حد مش قادر يشرب ميه يشرب عصير عصير, عصير بس يشرب عصير من غير سكر بس اهم حاجه يعني السكر من الحاجات برضو اللي بايه اللي بتزود الحرق فبالتالي هتفقدك سوائل اكتر اه فما ناخدش سكريات